أمريكا بكل مصالحها، بكل وجودها، بكل شيء. المصريين لم ينسوا هذا الأمر أبدا، وكان هناك تبجيلا وتكريما لاسم هذا الرجل، والناس اللي عاشت الفترة دي تعرف يعني إيه الملك فيصل. أنا لا أعرف كثيرا زيارات لقادة عرب يبدأ الاستقبال الشعبي لهم من سلم مطار القاهرة. هذا الرجل بعد الحرب عندما زار مصر ونزل في مطار القاهرة ثم ذهب إلى الجبهة وعبر، أداه طائرة المملكة العربية السعودية، وينزل البطل الشجاع وتسمع الزغاريت المصرية. سامع؟ بالروح بالدم هنكمل المشوار. هم عارفين بيستقبلوا مين. شوارع القاهرة، مصر عن بكرة أبيها طلع تستقبل الحليف الشجاع، الرجل العظيم اللي وقف وقفة رجالة. حليفك، صديقك، وتراه بعد ذلك وهو معك بيعبر الجسر في قناة السويس ليرى العظمة المصرية، ليرى القدرة المصرية، ليرى المعجزة المصرية التي تحققت على الأرض في 73. من أهم الاستقبالات اللي اتعملت لأي قائد عربي. القطار على مدى الطريق. هذه الصور يعني النهاردة بصراحة أنا بشكر فريق الإعداد اللي هم اشتغلوا معانا عشان آدي أهو، آدي العبور بتاع الملك فيصل يذهب إلى الجبهة ويسعد بالنصر العربي الذي كان طرفا فيه. ويصعد إلى النقطة الحصينة في بارليف ويرى انكسار أسطورة الجندي الإسرائيلي اللي تم تحقيقها بواسطة هذا الجيش الشجاع العبقري ومعه التضامن العربي. عايزين يا ولاد ياللي قاعدين بتتريقوا دلوقتي على التضامن العربي وهو فين التضامن، هو ده لما حصل التضامن العربي كانت النتيجة ايه. وبعد هذه الحرب قل ماذا تريد، ماذا تحتاج مصر يا سيادة الرئيس. نحن كتفا إلى كتف مع الأخ المصري. رجل شجاع بيقف قدام مين؟ وتشوف في الوثائق الرسائل اللي بين الملك فيصل رحمه الله وبين الرئيس الأمريكي نيكسون، تشوف الوثائق والتبادل هذا الكلام القوي. أهو وهو نازل، لو سمعت علينا الصوت تاني.
عايز تشوف، عايز تعرف، عايز تفهم التاريخ، عايز تفهم حجم اللي حصل في هذا اليوم، عايز تعرف العبقرية المصرية، عايز تعرف القدرة المصرية، عايز تعرف الجيش المصري، عايز تعرف أبناء مصر، عايز تعرف الشهداء، عايز تعرف الـ80 ألف اللي عبروا في هذا الوقت تحت النيران ينتقلوا من ضفة إلى ضفة، عايز تعرف ده اتعمل إزاي؟ هذه القدرة العبقرية المصرية، ولم يتخلى عنك أحد، لم يتخلى عنك أحد، إحنا معاك يا ريس، شوف عايز إيه وإحنا معاك يا ريس. قالها لجمال عبد الناصر ليعيد بناء الجيش، وقالها مرة أخرى لأنور السادات ليستطيع أن يكمل معركة البناء ويدخل في المفاوضات ويستعيد الأرض التي انتهى تسليمها في عهد الرئيس مبارك رحمه الله بعودة طابة. حرب طويلة، مباحثات كثيرة، كل هذا الوقت لا يمكن أن تذكر اسم الملك فيصل غير أما تتذكر ما قام به وزير الخارجية سعود الفيصل بعد 2013. هذا الرجل الدبلوماسي الرفيع، الدبلوماسي الفاخر الذي لف العالم عشان يقول لهم أن الإدارة السعودية تقول لكم ما حدث في مصر هو ثورة شعب وليس انقلاباً، ونحن نقف بجانب مصر ونقف بجانب القيادة المصرية ورغبة الشعب المصري في التخلص من الإخوان المسلمين.